يعطيكم العافية. احنا هلأ طالعين ان شاء الله مشوار انا وابني وزوجتي، اكتشفت انه في اماكن في اوتوا للاطفال بوكلوا ببلاش. حاعملكم ريسيرش عن هاي الاماكن وورجيكم اياها، خليكم معانا ونشوفكم قريبا. طبعا رجعنا لكم زي ما وعدناكم انه هذا المكان بيعمل او عدة اماكن بتعمل اكل مجاني للاطفال، يعني الاهل بروحوا بوكلوا والاطفال بوكلوا فور فري. مش كل المطاعم بتسوي، انا عملت حصر لهاي المطاعم بدي اعملكم اياها اليوم. بس اهم شيء قبل ما تروحوا على المطعم عشان ما تحملوني المسؤولية، اتصلوا في المطعم وتأكدوا اذا الكيدز ايت فري. اتصلوا يا جماعة، بلاش واحد يروح يقول لك انت حكيت لي ها. طيب المطاعم اللي فيها اكل مجاني يوم الاثنين اللي هو ماندي، ويلينغتون دينرز، هذا مطعم موجود في ويلينغتون ايست، بعد الساعة 5 الاطفال بوكلوا مجانا يوم الاثنين. بافيه دي كونتيننتس، هذا مطعم رائع جدا موجود في جاتينو، هو عبارة عن بافيه في شغلات كتير اكل من كل العالم، أكل زاكي كتير، كل واحد كل طفل أقل من 18 سنة بوكل كل الأيام فري ما عدا يوم السبت، بوكلو هاف برايس تقريبا 10 دولار على الولد. كل الأيام فور فري، مش بس يوم الاثنين، كل الأيام فور فري ما عدا يوم السبت، والأطفال قبل تحت الأربعة بوكلو فري كل الأسبوع including السبت. اليوم الثلاثاء مونتانز، الاطفال تحت 12 بوكلوا ببلاش، والكيدز اولسو بوكلوا ببلاش على يوم عيد ميلادهم. فاذا عيد ميلاد ابنك خدوا غاد بوكلوا ببلاش. بيتزا هات، معظم البيتزا هات مش كلهم زي ما بحكي، عشان هيك لازم تتصلوا. الكيدز اقل من 10 سنين بوكلوا فري يوم الثلاث. دينيز برضو الكيدز اقل من 10 سنين بعد الساعة من الساعة 4 على الساعة 10 بالمساء بوكلوا بلاش يوم الثلاثاء. ريد لوبستر ما في عندهم فري ميل، بس الأطفال يوم الثلاث بدفعوا بس $1 إذا في أدلت ميل، يعني أكيد رح تأخذ ابنك رح تطلب أنت أكل إلك، فهو دولار واحد تدفع للطفل يوم الثلاث. إيست سايد ماريو برضو نفس الشيء، مش ببلاش، تدفع $2 والولد بوخد الميل. ايضا في عندهم اوبشنز اللي هو كيدز كلاب، اذا بعطوهم 5 فري كيدز ميل تو بي يوزد ات اني تايم، بيقدروا يستخدموهم اي مره اذا عملوا سيجنتشر للكيدز كلاب. اتصلوا وتاكدوا اذا ايست سايد ماريو اللي جنبكو عنده هذا الاوبشنز. الاربعاء يوم الأربعاء سويس شاليه، مطعم مشهور بيعمل دجاج وبطاطا وشغلات زي هيك للأطفال تحت العشرة فري يوم الأربعاء. ويسبرز باب فري ميلز للكيدز تحت 12 من الساعة 5 للساعة 8 يوم الأربعاء. الأحد اللي هو بارليمو الكيدز إيت فري يوم الأحد إذا أحد الأبوين أخذ ميل كامل. مكسيكالي روزاز الأطفال تحت العشر سنين بوكلوا فري يوم الأحد. وستون فيس دولي ريفرسايد موجود في منطقة ريفرسايد ساوث يوم الأحد الأطفال بوكلوا فري. إذا عجبكم هذا الفيديو السريع بليز اعملوا سبسكرايب وشير مع أصدقائكم عشان يستفيدوا. وسلام، والله يعطيكم ألف عافية. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.